محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الثالثة من محاضرات الفيزياء الجزيئية للكورس الثاني من عام الدراسي 2020-2021. مثل ما أخذنا بالمحاضرات السابقة الأساسيات المهمة في الفيزياء الجزيئية، وأخذنا روابط الجزيئية وكيفية تكوين الجزيئة والروابط اللي تربط بها والأشكال الهندسية. بعد ذلك أخذنا معادلة شرودنجر للنظام متعدد الذرات اللي نقصد به النظام الجزيئي، ثم أخذنا كيفية تبتيل الهاملتونية في معادلة شرودنجر بواسطة خمسة حدود، وبعد ذلك تقريب مهم اللي هو تقريب بورن أوبنهاور اللي اختصرنا حدود الهاملتونية في معادلة شرودنجر للنظام الجزيئي. محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن موضوع آخر من مواضيع الفيزياء الجزيئية اللي هو يتضمن مولكولار سبكتروسكوبي يعني الأطياف الجزيئية، ومولكولار إنرجيز يعني الطاقات الجزيئة. ونأخذ أول نوع من الأطياف الجزيئية اللي هو روتيشن سبكترا أو أطياف التدوير. بعد ذلك نأخذ موضوع آخر مرتبط بالأطياف الجزيئية اللي هو intensity of spectral planes. ثم نأخذ تطبيقات وحل مسائل رياضية applications حول القوانين والمعادلات اللي راح نذكرها بهاي المحاضرة. الحقيقة المولكولار سبكتروسكوبي يعني الأطياف الجزيئية من المواضيع اللي لاقت اهتمام كبير من العلماء، بسبب أنه هذا الأطياف الجزيئية يمكن أنه نستخدمها في تحليل الكثير من المواد المجهولة ومعرفة مكوناتها. تستخدم الأطياف الجزيئية في اختصاصات مختلفة، كان تكون كيميائية أو بيولوجية، وحتى اختصاصات مرتبطة بالفلك. المولكولار سبكتروسكوبي شنو معناه؟ بالحقيقة هو دراسة للتفاعل ما بين الأطياف أو الإشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة. هو دراسة للتفاعل الذي يحصل بين الكهرومغناطيك راديشن والمتر، يعني التفاعل اللي يصير ما بين الإشعاع الكهرومغناطيسي أو الأطياف الكهرومغناطيسية مع المادة. الحقيقة يعود أصل الأطياف أو خطوط الأطياف الجزيئية إلى أما نتيجة للامتصاص أو نتيجة لاستطارة البروتونات مع الطاقة التي تنتج من الأطياف الكهرومغناطيسية عند سقوطها على الجزيئة. لذلك فإنه بالحقيقة هي المولكولار سبكتروسكوبي ناتجة للتفاعل الذي يحصل ما بين الإشعاع الكهرومغناطيسي مع المادة، والمادة هنا في بالنسبة لموضوعنا هو نقصد بالجزيئات. هناك الكثير من المعلومات اللي ممكن أنه نستخدمها من خلال المولكولار سبكتروسكوبي اللي ترتبط بمستويات الطاقة وشكل وكثافة الشحنات للجزيئة. لذلك فإن الأطياف الجزيئية لها أهمية كبيرة بالنسبة لمعرفة تركيب الجزيئات المجهولة على سبيل المثال ومعرفة مكوناتها، لذلك فإنها تعتبر تقنية جدا مهمة للكشف حول خصائص الإلكترونية والتركيبية للكثير من المواد الجزيئية والمواد الأخرى المرتبطة بهذا الموضوع. هناك عدة مفاهيم أساسية يجب أن نطلع عليها قبل الشروع بالموضوع. من هذه المفاهيم يعني الأساسية إنه أنا راح نركز نوعا ما لأن هذا الموضوع ما مر علينا احتمال في أي مرحلة من المراحل، إنه طاقات الجزيئة شلون نقسمها، ما هي أجزاء energy of molecular، ما هي طاقة الجزيئة، شلون نعرف إنه طاقة الجزيئة كم جزء. هنا بالنسبة لمحاضرتنا لليوم راح نذكر فقط ثلاثة طاقات مهمة، وإلا هي أكو طاقات أخرى كانت تكون نووية أخرى ضمن النواة وداخل النواة المكونة للذرة المرتبطة مع ذرة أخرى وبالنتيجة تكون جزيئة. لكن بالنسبة للطاقات الأساسية في الجزيئة هي ثلاث طاقات مهمة، راح نركز هنا أنه حتى نعرف هذه الطاقات. طاقات الجزيئة بالحقيقة هي ثلاثة أجزاء، ولكن مثل ما ذكرت أكو طاقات أخرى كانت تكون
نووية داخل النواة نتيجة لتبادل ما بين البروتونات على سبيل المثال. ولكن الطاقات الأساسية بالنسبة للجزيئة هي ثلاثة أنواع. أول طاقة يسموها rotation energy، طاقة التدوير rotation energy، هذا النوع الأول من أنواع الطاقات للجزيئة. النوع الآخر اللي هو vibration energy، يعني الطاقة الاهتزازية، الطاقة الاهتزازية. والنوع الآخر اللي هاي المحاضرة هو electronic energy، أي الطاقة الإلكترونية. من اسمهن نقدر نعرف معناهن. مثلا على سبيل المثال rotation energy يعني طاقة التدوير، أكيد هي راح تكون نتيجة لدوران الذرات حول السنتر ماس، حول مركز الكتلة للجزيئة أو الذرتين المرتبطات مع بعضها. vibration energy راح نجيه عندنا بالتفصيل، لكن معنى العام حتى نعرف من اسم الطاقة. vibration يعني الاهتزازية، الطاقة الاهتزازية نتيجة اهتزاز الذرات المرتبطة مع بعضها في الجزيئة. الالكترونيك انرجي من اسمها الكترونيك، معناها الطاقة الناتجة من إعادة التركيب الترتيب الالكتروني للذرات المكونة للجزيئة. إذا هنا السؤال انه كم طاقة للجزيئة؟ بالنسبة لمحاضرتنا اليوم نذكر الطاقات الثلاثة الأساسية فقط، ولا هو يوجد طاقات أخرى؟ إذا راح تكون الإجابة عندنا ثلاثة أنواع رئيسية، هي rotation energy و vibration energy و electronic energy. عندنا ثلاثة أنواع من الطاقات الأساسية. هسا نجي هنا واحدة واحدة، نجي للفرق ما بين، احنا نعرف انه مستويات الطاقة تكون بالنسبة للذرة على شكل خطوط متوازية. هنا بالجزيئة كذلك ممكن تمثيلها على شكل خطوط متوازية اللي هو مستويات الطاقة. وخلي ببالك انه مستويات الطاقة هو افتراض غير موجود بالحقيقة، الغرض من عده انه لتسهيل فهم عملية الانتقالات وغيرها من الامور المرتبطة في الذرة او الجزيئة. اذا مستويات الطاقة هي ما ممكن تحديد موقعها، هل هي داخل الذرة ام داخل النواة. إذن هي افتراض الغرض من عدها تسهيل الفهم وإعطاء معلومات مهمة عن عملية الانتقالات. الحقيقة مستويات الطاقة الدورانية، هنا ننتبه للمصطلح rotation levels، يعني مستويات دورانية. إذن ترتبط بالطاقة rotation energy. نجيهن واحدة واحدة، rotation energy قلت rotation levels يعني طاقة دورانية معناها مستويات دورانية. الروتيشن ليفلز يعني المستويات الدورانيه او التدويريه تكون اصغر ما بالنسبه اذا قارناها مع الفايبريشن ليفل. يعني الروتيشن ليفلز تكون اصغر من الفايبريشن ليفلز اللي بدورها تكون اصغر من الالكترونيك ليفلز. مختصر هنا اكبر مستويات الطاقه يعني الفاصله ما بين مستويات الطاقه اللي تكون كبيره وواضحه هي الالكترونيك ليفلز. مستويات الالكترونيه تكون كبيره، الاصغر من عدها تكون الفايبريشن ليفلز، والاصغر جدا الاصغر من الفايبريشن والالكترونيك ليفلز هي روتيشن ليفلز. اذا مختصر هاي المقدمه انه عندنا ثلاثه انواع من الطاقه في الجزيئه، هي روتيشن انرجي والفايبريشن انرجي والالكترونيك انرجي. مستويات الطاقه التدويرية تكون أصغر من الفايبريشن ليفلز، والتي تكون أصغر من الالكترونيك ليفلز. نجي بأي مناطق تحدث عملية الروتيشن والفايبريشن والالكترونيك ترانزيشن؟ بأي منطقة من مناطق الطيف الكهرومغناطيسي؟ قسمتها أنا على شكل جدول حتى تقدر تفهمها. إنه الروتيشن هنا ترانزيشن نيم أوف لايت يعني اسم الضوء، والتردد فريكوانسي بالهرتز، والترانزيشن اللي يحدث بيا منطقة. فبالمايكروويف ضمن هذا التردد تحدث عملية الروتيشن. يعني إذا جاءت في أحد الأسئلة إنه انطاك تردد ما بين 10 و9
الى 10 او 13 واقول لك شنو عمليه الانتقال هنا، راح تكون الاجابه انه هنا راح يصير عمليه روتيشن، يعني عمليه التدوير في منطقه الانفراريد يعني تحت الحمراء ضمن هذا المدى للتردد، راح يصير عندنا عمليه فايبريشن. وفي منطقه الفيزبل واليو في فيزبل راح تكون عندنا الكترونيك ترانزيشن. السؤال هنا، انتبهوا لهذا السؤال. احنا نعرف انه الطاقه يساوي لنا اتش في اف، الاتش هو ثابت بلانك والاف هو التردد. ليش هنا الالكترونيك ترانزيشن اعلى تردد، يحتاج الى تردد اعلى اللي هو في منطقه الفيزبل والالتر فويلت يو في فيزبل؟ اكو احد يقدر يجاوبني ليش الالكترونيك يحتاج تردد اعلى؟ من اقول يحتاج تردد اعلى معناها انه يحتاج طاقه اعلى، لانه الطاقه ترتبط بالتردد. اكو احد يقدر يجاوبني على هذا السؤال؟ ممكن انه احد يجاوبني لماذا بالالكترونيك ترانزيشن نحتاج الى طاقه اعلى من الفايبريشن والروتيشن؟ اجابه جدا بسيطه بصراحه، لانه الالكترونيك ترانزيشن هو اعاده ترتيب الالكترونات، والالكترونات مرتبطه بمداراتها. اوكي، حتى تتخلص من ارتباط مداراتها لازم نعطيها طاقه اعلى. لماذا نعطيها طاقه اعلى؟ حتى نتغلب على داله الشغل. داله الشغل هي طاقه ارتباط الالكترون في المدار، لذلك يحتاج طاقة أعلى من طاقة الروتيشن والفايبريشن. مثل ما أخذنا في مواضيع أخرى بالأوبتكس وكذلك في الليزر وباقي المواضيع، أنه شلون يقسمون الطيف الكهرومغناطيسي، كيفية تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي. الغرض أنه ذكرنا هنا تقسيم الطيف الكهرومغناطيسي حتى نعرف في منطقة يصير عندنا عملية روتيشن تدوير وفايبريشن والكترونيك ترانزيشن اللي هي مذكوره بها الجدول. حتى نوضح هذا الشيء نجي للطيف الكهرومغناطيسي. هذا ابسط شكل للطيف الكهرومغناطيسي. شلون يقسمون الطيف الكهرومغناطيسي؟ قسمونه حسب هذا الشكل، من الاطول طول موجي الى الاقصر طول موجي. الاطول طول موجي هو مثل ما تعرفون الاشعه الراديويه. والأقصر طول موجي هي الأشعة الكونية. احنا نعرف انه الطاقة يساوي لنا H في F، الـ H ثابت بلانك والـ F هو التردد، والـ F يساوي لنا C على لندا. الـ F يساوي لنا C على لندا، يعني يساوي لنا سرعة الضوء على الطول الموجي. إذا هنا تناسب ما بين الطاقة والطول الموجي تناسب طردي أو عكسي؟ وياي طلاب؟ عكسي. ممتاز، تناسب يكون عكسي. إذا كل ما ازداد الطول الموجي قلل التردد، يعني قلت الطاقة. إذا هنا الأشعة الراديوية هي أطول طول موجي لكن أقل طاقة، وأشعة جاما والإكس راي والأشعة الكونية هي أقصر طول موجي، لو شوفوها 10 أس ناقص 14 لكنه أكبر طاقة حسب العلاقة اللي ذكرنا. ضمن هذا الطيف الكهرومغناطيسي وين تصير عملية الروتيشن والفايبريشن والالكترون؟ قلنا بالأشعة المايكروية ضمن هذا المدى تحدث عملية موليكولار روتيشن، يعني عملية تدوير الجزيئة. في المنطقة الإنفراريد هنا لو شافون شافون انه عندنا مقسمة الى جزئين الإنفراريد، هي فار إنفراريد يعني المنطقة تحت الحمراء البعيدة، والنير انفراريت يعني المنطقه تحت الحمراء القريبه. ضمن هاي المنطقه يحدث عمليه موليكولار فايبريشن، يعني الاهتزاز الجزئي. اما في منطقه الفيزبل واليوفي فراح يصير عندنا الكترونيك ترانزيشن، يعني عمليه انتقال الكتروني او تهيج الكتروني. بالتاكيد هي انه طاقه الفيزبل واليو في فيزبل هي تكون طاقتها اكثر من الانفراريت والمايكروويف حسب هذا الطيف الواضح. لحد هنا اكو سؤال او استفسار حتى اذا ما كنت نكمل باقي الموضوع؟
دكتور بلا زحمة، بالنسبة لبقية الأطوال الموجية اللي هي تكون نعم أقصر، يعني احنا أخذنا بس لحد الإلكترونيك ترانزليشن، يعني البقية هم تعتمد على الإلكترونيك لو يعني مو من ضمن دراستنا حاليا. هل حاليا مو ضمن دراستنا، انه كل ما زاد الطاقه راح احتمال انه ما يصير عمليه انتقالات الكترونيه، لانه من تزيد الطاقه احتمال الالكترون يخرج عن الذره او يخرج عن الجزيئه، هنا راح تصير عمليه تأين تختلف، وهي ما داخله موضوعنا بحقيقه. احنا اخذنا فقط 3 مناطق اللي هي روتيشن فايبريشن والالكترونيك فقط ضمن هذه المحاضره. تمام دكتور. احنا نعرف انه عند اذا سقط ضوء ذو طول موجي معين على جزيئه او ماده ماتيريال ذو مكونات معينه، تحدث عمليه امتصاص لهذا الضوء بالتاكيد نتيجه تفاعل ما بين الطيف الكهرومغناطيسي والجزيئه. طبعا راح يحدث عمليه تهيج للمستويات الطاقه، ومثل ما ذكر سابقا انه الطاقه تعتمد على التردد، والتردد هو سي على لندا، والطول اللندا اقصد به هنا الطول الموجي اللي له دور مهم بالنسبه لعمليه الارتباط بالتردد، واللي هي تكون نسبه عكسيه، يعني بالنسبه للتردد والطول الموجي التناسب يكون تناسب عكسي، لانه التردد يساوي لنا سي على لندا. إذا سقطت عندنا أشعة كهرومغناطيسية على مادة معينة، نعرف أنه راح يصير عندنا عملية امتصاص، وبالنتيجة راح تحصل عملية تهيج. هذه عملية تهيج للمادة راح يصاحبها عملية انتقال مثل ما موضح بالشكل الواضح أمامكم. إذا عندنا 3 مستويات للطاقة، هذا الشكل رقم 2، عندنا 3 مستويات للطاقة، المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث. افرض انه سقط طاقه ذو طول موج معين على المستوى الاول اللي توجد به الالكترونات، بالتاكيد الالكترونات هنا راح تكتسب طاقه تنتقل الى المستوى الثاني. شنو اللي يحددها تنتقل الى المستوى الثاني او المستوى الثالث؟ حسب الطاقه اللي تسقط على المستوى الاول، يعني حسب الطاقه، اذا كانت كبيره كافيه لتنتقل الى المستوى الثالث تعبر المستوى الثاني، لكن إذا كانت فقط تمكنها من العبور إلى المستوى الثاني تستقر بالمستوى الثاني. بالتأكيد هنا الإلكترون راح يكون بالمستوى الثاني أو الثالث غير مستقر، غير مستقر، حاول الرجوع إلى عملية الاستقرار، لأنه في حالة متهيجة في المستوى الثاني أو الثالث، لذلك حاول أنه يرجع إلى عملية استقرار. حتى يرجع إلى عملية استقرار لازم يرجع إلى الحالة الأرضية. نتيجة لرجوعه من المستوى الثاني على سبيل المثال إلى المستوى الأول للرجوع إلى الحالة الأرضية والحالة المستقرة، راح يكون عندنا انبعاث فوتون. هذا الفوتون شلون انبعث عندنا، أو الطريقة اللي صارت حتى انبعث لنا فوتون ذو طول موجي معين، هو نتيجة للفرق ما بين هذا الفوتون، نتيجة للفرق ما بين طاقة المستوى الثاني ناقصة طاقة المستوى الأول. أما بالنسبة للإلكترون اللي انتقل للمستوى الثالث نتيجة طاقة كافية، راح يكون عند عملية انتقال بنوعين، إنه يرجع إلى المستوى الأول وينبعث فوتون طاقته E3 ناقصا E2، أو يرجع إلى المستوى الثاني ثم بعد ذلك يرجع إلى المستوى الأول. كل الحالتين راح ينبعث عندنا فوتونين بطولين موجيين مختلفين. فوتون الاول طول الموجي او طاقته يساوي لنا E3 ناقصا E2، والفوتون الثاني طاقته يساوي لنا E3 ناقصا E2، اذا حسب المستوى اللي يستقر به الالكترون. هسه لحد هنا عرفنا انه شنو معنى عمليه الانبعاث وعمليه الامتصاص. الغرض من ذلك حتى ندخل لموضوع الاطياف الجزيئية وشلون تحدث عملية الامتصاص والانبعاث. هذا العملية بالنسبة للذرات تكون أكثر سهولة منها للجزيئات، لأنه الأطياف الجزيئية تكون أكثر تعقيدا من الأطياف الذرية، والسبب لذلك مثل ما قلنا أنه إذا كانت عندنا ذرة
الذرة معروفة تتكون من مدارات ذرية، ولكن عند ارتباط الذرات مع بعضها راح تكون عندنا مجموعة مدارات، ومثل ما قلنا بالمحاضرة السابقة راح تكون عندنا مدارات جزيئية. والمدارات الجزيئية هي نتيجة للترابط الخطي أو التراكب الخطي للمدارات الذرية. لذلك فإنه هذا كان أحد الأسئلة اللي جتني أحد الامتحانات، إنه منه الأكثر تعقيدا، ووضح السبب إنه هل هو الموليكولار سبكترا أو الأتوميك سبكترا. راح تكون الإجابة إنه الموليكولار سبكترا مور كومبليكس دان أتوميك سبكترا، يعني الطيف الجزيئي يكون أكثر تعقيدا من الأطياف الذرية. وهذا شيء واضح، لأنه مثل ما وضحنا أنه الأطياف الجزيئية ناتجة من مجموعة من الذرات، وبالتالي فإن كل ذرة مدارات تتداخل مع بعضها حسب linear combination of atomic orbital، يعني نظرية تداخل التراكب الخطي للمدارات الذرية اللي خدناها في المحاضرة السابقة، وتكون أكثر تعقيدا المدارات الجزيئية من المدارات الذرية، والتأكيد الأطياف اللي ناتجة عنها تكون أكثر تعقيدا. مثل ما قلنا ان عملية او الالكترونيك ترانزيشن، يعني طاقة الالكترونية، الانتقالات الالكترونية تحتاج الى طاقة اعلى، وهي بالتأكيد تكون اقل او اعلى من طاقة الفايبريشن والروتيشن. بالنسبة لهذا الشكل اللي موضح امامكم هي نفسه تقريبا الشكل السابق، لكن اكثر تفصيلا انه شلون تحدث عملية الامتصاص والإميشن للإلكترون في مستوى معين. إذا سقط عندنا هذا طول الطاقة معينة نقول H نيو، يعني طاقة E يساوينا H نيو، يعني طاقة تسقط على هذا الإلكترون في المستوى الأرضي يكسب طاقة كافية لتغلب على دالة الشغل فينتقل إلى مستوى أعلى. هنا الإلكترون منتقل مستوى أعلى صار بحالة متهيجة، يميل إلى الرجوع إلى حالة الاستقرار، يرجع للمستوى الأول، ينبعث نتيجة لذلك فوتون معين ذو طاقة ناتج عن فرق ما بين المستوى الثاني والمستوى الأول. مثل ما ذكرنا مقدمة المحاضرة الأولى أنه molecular energies يعني طاقات الجزيئة بالنسبة لمحاضرتنا اليوم هي ثلاثة أنواع رئيسية، اللي هي طاقة الإلكترونية والطاقة الفايبريشن يعني الاهتزازية وطاقة الروتيشن. إذن طاقة الجزيئة بصورة عامة هي مجموع ثلاثة طاقات رئيسية. هاي أول معادلة مهمة ضمن هذه المحاضرة، إنه شلون نحسب طاقة الجزيئة الكلية. إنه نقول إنه طاقة الجزيئة الكلية هي المجموع لطاقة الإلكترونية وطاقة الفايبريشن وطاقة الروتيشن. هنا هذا معناها طاقة الإلكترونية، وهنا طاقة الفايبريشن، وهنا طاقة الروتيشن. احنا نعرف انه هل هذه الطاقات هي محدودة او غير محدودة، او هي تأخذ اي قيمة ممكنة. الإجابة تكون انه الطاقات الجزيئية هي quantized، يعني قيم مكممة، يعني إلها كم معين من الطاقة، يعني مقدار محدد من الطاقة. هذا أيضا ملاحظة انتبهوا لها، إنه هل إن الطاقات الجزيئية هي غير مكممة أو مكممة، راح تكون الإجابة إنه طاقات الجزيئة هي تكون مكممة، يعني تأخذ قيم محددة ومعينة حسب الميكانيك الكمي. مقصد هنا من يقول طاقات الجزيئة مقصد بها الفايبريشن والروتيشن والالكترونيك. قبل أن ننتقل للموضوع اللي بعده، إذا أكو استفسار أو سؤال لحد هاي المعلومة إنه أنواع الطاقات الجزيئة. أوكي، أكو أحد عنده استفسار عن طلابنا حتى نكمل؟ واضح. هسه نجي للطاقات اللي ذكرتها، اللي هي الكترونيك انرجي والفايبريشن انرجي والروتيشن انرجي. شلون تنشا هذه الطاقات
وشن هو الأساس حتى تكون هاي الطاقة. نجي للنوع الأول اللي هو الكترونيك إنرجي. الحقيقة هي هاي ناتجة أو تنشأ نتيجة لإعادة ترتيب الإلكترونات المرتبطة بالذرات المكونة للجزيئة. أعيدها حتى تكون واضحة، إنه الإلكترونيك إنرجي للجزيئة تنشأ بالأساس نتيجة لإعادة ترتيب أو ترتيب الإلكترونات الناتجة من الذرات المرتبطة مع بعضها المكونة للجزيئات، وبالتأكيد هذا يعود بفعل التفاعل ما بين الإلكترونات الجزيئة مع الأنوية، نتيجة للتفاعل بين الإلكترونات الجزيئة مع الأنوية. نتيجة هذا التفاعل راح يصير عندنا ترتيب وتشكيل للإلكترونات المكونة للجزيئة. طاقة هذه الإلكترونات وهذا التفاعل اللي صار ما بين الإلكترونات الجزيئة والأنوية، الأنوية أقصد بها هنا نواة الذرات المرتبطة مع بعضها اللي كونت لنا الجزيئة، هنا راح نسميها طاقة إلكترونية. النوع الآخر من الطاقات اللي هو نسميه بالفايبريشن إنرجي، هو بالحقيقة يعود نتيجة لاهتزاز الذرات المرتبطة مع بعضها المكونة للجزيئات. هاي جدا بسيطة، نتيجة لاهتزاز الذرات المرتبطة مع بعضها المكونة للجزيئات. النوع الآخر اللي هو روتيشن يعني الإنرجي يعني طاقة التدوير، شلون تنشأ؟ هي نتيجة لدوران الجزيئة حول مركز الكتلة، وراح نجي بالتفصيل ضمن المحاضرة القادمة. إنه الروتيشن إنرجي شلون ينشأ؟ إنه نتيجة لدوران الجزيئة حول مركز الكتلة. شلون نحدد مركز الكتلة وشلون تحصل عملية التدوير؟ راح يجينا بهذه المحاضرة إن شاء الله. الشيء المهم الآخر إنه أكثر طاقة، وهذا كان أحد الاختيارات، إنه نطينا إنه هل حدد الاختيار الصحيح من الاختيارات التالية، إنه يا هل أكثر طاقة، هل هو نطيهن على شكل علامة طاقة الإلكترونية أكبر من الفايبريشن أم أكبر من الروتيشن، أو نعكس الإشارة. هنا راح يكون حسب الترتيب التالي، إنه هذه الطاقات تكون مختلفة، هذه الملاحظة الأولى، غير متساوية. الطاقة الإلكترونية تكون مداها من 1 إلى 10 إلكترون فولت، وطاقة الفايبريشن من تقريبا، هنا علامة تقريب لأنه غير محددة بدقة متناهية، إنه تكون 10^-1 إلكترون فولت، والطاقة الدورانية تقريبا 10^-4 إلكترون فولت. إذا نستنتج من ذلك إنه الطاقة الإلكترونية هي الأكبر، واللي بعدها هي طاقة الفايبريشن، والأصغر طاقة هي طاقة الروتيشن. إذا أردنا نرتبها يكون الإلكترونية فايبريشن روتيشن. هذا الترتيب جدا مهم، انتبهوا لطلابنا، إنه تكون الإلكترونية أكبر من الفايبريشن وأكبر من الروتيشن. مثل ما ذكرنا بالطيف أو وضحنا في الطيف الكهرومغناطيسي، مناطق حدود الانتقالات الإلكترونية والروتيشن والفايبريشن، إنه الروتيشن إنرجي ليفلز يكون في المنطقة الإنفراريت والمايكروويف. شلون هسه إحنا قلنا بالبداية بس بالإنفراريت، هسه ضفنا الآن مايكروويف، هسه راح نوضحها. والترانزيشن اللي يتضمن الفايبريشن إنرجي يكون في منطقة الإنفراريت، كذلك بالنسبة للمنطقة اللي يحدث بها عملية انتقالات إلكترونية تكون في منطقة الفيزيبل والألتربويت يعني UV إنرجي. هنا عندنا ملاحظة، شلون صارت هنا إنفراريت آند مايكروويف. لو نرجع للشكل هنا الشكل اللي وضحناه بالطيب، قلنا إنه الروتيشن يكون بالمايكروويف. المايكروويف هي أقل طاقة من الإنفراريت، لحد هنا ما عندنا أي مشكلة. إذا الروتيشن يحتاج طاقة أقل من الإنفراريت، إذا زودنا طاقة أعلى من المايكروويف اللي هي الإنفراريت بالتأكيد راح يصير عندنا روتيشن، لأنه الروتيشن هي بمجرد طاقة
المايكروويف صار عندنا روتيشن مولكولار، يعني تدوير للجزيئات. فإذا صارت الطاقة بالإنفراريت راح يتضمن أيضا روتيشن وكذلك مولكولار فايبريشن. إذا نقدر نقول أنه روتيشن ممكن أن نحدث بالمايكروويف والإنفراريت، لكنه إذا ردنا بيور بيور يعني فقط روتيشن، فقط روتيشن هو في المايكروويف. إذا قلنا بالمايكروويف والإنفراريت راح يصير عندنا روتيشن and vibration. هنا فقط الفرق انه ليش ذكرنا هناك مايكروويف وهنا ذكرنا فقط انفراريت. الملاحظة الأخرى انه التفاعل اللي يصير ما بين الالكترومغناطيك راديشن، يعني الأشعة الكهرومغناطيسية، هو نتيجة للتفاعل ما بين الأشعة الكهرومغناطيسية والالكتريك دايبول مومنت. نعم بس انتبهوا لي حتى نوضحها هاي الفقرة لأنها مهمة. شلون يحدث التفاعل بين أي طاقة وأي طاقة أخرى في الجزيئة؟ حقيقة أنه التفاعل راح يكون ما بين الكترومغناطيك راديشن، يعني الأشعة الكهرومغناطيسية، والالكتريك دايبول مومنتم. والالكتريك دايبول مومنتم، أوكي؟ يعني عزم القطب الكهربائي. إذا التفاعل هنا اتفقنا أنه يكون ما بين الأشعة الكهرومغناطيسية والالكتريك دايبول مومنتم. إحنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة أنه الهومونيوكلير دايأتوميك، يعني تتكون من ذرتين متشابهات واللي هي دائما تكون خطية. بالهومونيوكلير دايأتوميك لا توجد الكتريك دايبول، ما يملك يعني أي الكتريك دايبول مومنتم، لأنه ذرات متشابهة مرتبطة مع بعضها تكون خطية. بالهيترونيوكلير مولكولر اللي مثل HCl والCO تتكون من ذرتين مختلفات، لذلك نسميها هيترونيوكلير. الهيترونيوكلير تمتلك الكتريك دايبول مومنتم. إذا هنا السؤال، هل أن الأطياف هنا الروتيشن الكترونيك نتيجة تفاعل ما بين الالكترون ماجنتيك راديشن يحدث فقط في الهومونيوكلير، أم الهومونيوكلير والهيترونيوكلير راح تكون الإجابة أنه التفاعل راح يحدث فقط في الهيترونيوكلير لأنها تحتوي أو تملك الكتريك دايبول مومنتم. مثل ما ذكرنا أنه الأطياف الجزيئية تكون أكثر تعقيداً من الأطياف الذرية. هنا ذكرنا أنه الأطياف الجزيئية أكثر تعقيداً من الأطياف الذرية. في الأطياف الجزيئية تكون الطاقة الإلكترونية أكثر تعقيداً من الطاقة الفايبريشن والروتيشن. راح نجيها بالتفصيل بالمحاضرات القادمة ليش تكون الطاقة الإلكترونية أو المستويات الإلكترونية أكثر تعقيداً من الفايبريشن والروتيشن. الإجابة مختصرة راح تكون لأنه الإلكترونيك ترانزيشن يتضمن بداخله فايبريشن وروتيشن. هذا راح نوضحه بمحاضرة قادمة إن شاء الله. أكو سؤال أو استفسار قبل أن ننتقل للموضوع الآخر؟ لأنه إذا أكو فشي غامض وما واضح ما نقدر نوضحه بهاي الجزء من المحاضرة. فإذا أكو أي طالب عنده استفسار أو سؤال حتى نقدر نجاوبه خلال هذه المحاضرة. أكو سؤال أو استفسار عندنا طلابنا؟ ماشي. راح ناخذ النوع الأول من الأطياف، راح ناخذهن حسب الطاقات اللي تحتاجهن. راح ناخذ أول واحد اللي هو روتيشن سبكترا، يعني أطياف الدورانية أو أطياف التدوير. قلنا هذه الروتيشن سبكترا تحتاج إلى طاقة أقل من الفايبريشن والإلكترونيك، اللي هي تحتاج ضمن طاقة المايكروويف. المايكروويف حتى نوضح الروتيشن سبكترا، إذا أخذنا دوران جزيئة تتكون حول مركز الكتلة، إذا أخذنا أو فرضنا أنه عندنا جزيئة تدور حول مركز الكتلة، راح ناخذ هذا الدوران لذرتين مرتبطات مع بعضها واللي هي تكون جزيئة خطية،
لانه ذرتين شلون ما ترتبها فهي تكون خطيه. وراح ناخذه من نوع الدوران الصلد لهذه المحاضره. بالهيترو نيوكلير دايما اتوميك، اذا فرضنا انه حسب هذا الشكل انه الام 1 هي كتله الذره الاولى، هذا الام 1، والام 2 هي كتله الذره الثانيه، وهذه الجزيئه وهذه الذره تدور بهذا الشكل، تدور بهذا الشكل بالنسبه لمركز الكتله اللي هو رمزنا له بالرمز سي ام. تدور هذه الذرات المرتبطه مع بعضها اللي هو من نوع الخطي، ذرتين مرتبطات مع بعضهما تدور حول مركز الكتله حول هذا المحور. الام تمثل كتله الذره الاولى، والام 2 تمثل لنا كتله الذره الثانيه، وهذا هو محور التدوير. احنا انا ضمن هذا الشكل نجي الار 1 ماذا تمثل والار 2 شو تمثل. الار 1 تمثل لنا هي المسافه بين الذره الاولى اللي هي وهذا والسنتر اوف ماس يعني مركز الكتله، والار 2 تمثل لنا المسافه بين الكتله الثانيه ومركز الكتله اللي هو سنتر اوف ماس. اما الار فهي المسافه ما بين الذره الاولى الام 1 والذره الثانيه الام 2. راح ناخذ القوانين اللي تنطبق يعني على الروتيشن عفوا روتيشن سبكترا اللي تتضمن مومنتوم اوف انيريشيا يعني عزم القصور الذاتي. احنا نعرف انه بالنسبه لهذا الشكل انه الذرات مرتبطه مع بعضهما بما تفصلهما مسافه مقدارها r، والار 1 هي بين مركز الكتله والام 2 والار 2 هي بين مركز الكتله والام 2. فعزم القصور الذاتي راح يساوي لنا ام 1 في ام 2 على ام 1 زائد ام 2 مضروبه بالار سكوير. الام 1 في ام 2 على ام 1 زائد ام 2 هي الكتله المختزله او الراديوس اوف ماس، تمثل لنا الراديوس اوف ماس راح نمثلها بهذا الرمز الميو يمثل لنا الكتله المختزله. اذا عزم القصور الذاتي اي راح يساوي لنا الكتله المختزله ميو في ار سكوير، هاي معادله رقم واحد اي. مثل ما موضحنا انه راديوس اوف ماس يساوي لنا ام 1 في ام 2 على ام 1 زائد ام 2. هسه نجي شلون نحسب طاقه التدوير. نحسب طاقه التدوير حسب التعبير التالي اللي هو معادله 3 اي، انه طاقه التدوير هو نصف اي اوميجا نوت سكوير، وراح يساوي لنا مطلق جي سكوير على 2 اي. نجي هنا واحد واحد لنا الرموز حتى يصير عندنا واضحه. انه اوميجا يمثل لنا الانجولار فيلوسيتي يعني السرعه الزاويه حول محور الدوران للجزيئه، والجي كابيتال لتر يمثل لنا روتيشن كوانتم نمبر. الجي يمثل لنا هذا جدا مهم تبهوله، انه جي يمثل لنا الروتيشن كوانتم نمبر او العدد الكمي للدوران او التدوير. طبعا ياخذ قيم 0 1 2 3 الى اخره من القيم. شلون نحسبه الجي اذا كان غير موجود في السؤال؟ راح ناخذه من المعادله التاليه، وطبعا الى قيم مكممه حسب الميكانيك الكمي، يعني مو قيم عشوائيه او اي كميه يمكن ياخذها، الى قيم مكممه اللي تحسب بالمعادله رقم 4 انه مطلق جي دائما ياخذ قيم موجبه، لذلك نخلي له مطلق يساوي لنا جي زائد واحد واتش بار. مثل ما قلنا انه جي وياخذ لنا قيم من صفر الى اخره من القيم الاخرى. الاتش بار يمثل لنا راديوس ديراك كونستانت اي ثابت ديراك المختزل، يساوي لنا اتش على 2 باي، والقيمه مالته هذه الموضحه امامكم. هسه ايش راح نسوي؟ راح نعوض في المعادله 3 اي 4، يعني نعوض هاي المعادله رقم 4 نعوضها في المعادله رقم 3.
بعد التعويض معادلة رقم 4 في 3 راح ينتج لنا طاقة التدوير اي روت روت، يعني نقصد بها هاي طاقة التدوير، راح يساوي لنا مطلق جي سكوير على 2 اي. نعوض مكان مطلق جي في هذه المعادلة، راح يساوي لنا هذه المعادلة الناتجة بعد التعويض على 2 اي. هنا ايش راح نسوي حتى نحصل على هاي المعادلة؟ راح نعوض مكان الاتش بار بالاتش على 2 باي، اتش على 2 باي، لانه الاتش بار مختزل او تاب الديراك مختزل يساوي لنا اتش على 2 باي. فنحصل على هاي المعادله النهائيه انه نستخرج الاتش خارج القوس والسي، يبقى عندنا هذا المقدار الثابت ومضروب بقيم ثابت العدد الكمي الدوران. من هنا الغرض انه ليش سوينا المعادله رقم 5 بهاي الصيغه؟ حتى نحسب الروتيشن كونستانت ثابت التدوير، حتى نحسب ثابت التدوير. ثابت التدوير بالحقيقه اللي هو مغمس مالته بي كابيتال لتر، اللي هو هذا القيمه ما بين القوسين، هو هذا بي، هذا هو ثابت التدوير. اذا بي ثابت التدوير، هذا حفظوه وفهموه جيد لانه عليه تطبيقات رياضيه في حل مسائل. البي يساوي لنا اتش على 8 باي سكوير اي سي. هسه نقدر نبسط هالمعادله رقم 5 اي بالشكل التالي، انه نعوض بدل هذه القيمه اللي بالمقدار بي اللي مثل لنا ثابت التدوير، فنحصل على المعادله 7 اي. انه ممكن مباشره تكتب طاقه التدوير يساوي لنا بي اتش سي جي بين قوسين جي زائد. هسه نجي نعوض حالات معينه للروتيشن انرجي ليفل. يعني اذا كان عندنا الجي يساوي لنا صفر، فهنا اي نوت يساوي لنا بالتاكيد صفر، راح نضرب هالمقدار كله في صفر لانه هنا جي عندنا يساوي لنا صفر، فالنتيجه اي نوت تساوي لنا صفر. يعني هنا من نقول انه جي نوت يساوي لنا اي نوت تساوي لنا صفر، معناها انه ما صارت عندنا حاله روتيشن، معناها الجزيئه في حاله مستقره ولم يحدث تفاعل ما بين الطيف الكهرومغناطيسي ودايبولات الماده في هذه الحاله، في حاله جي يساوي صفر نقصد فيها بالحاله الارضيه ماكو اي حاله متأكده. في حاله جي يساوي 1 يساوي هذه القيمه، وكذلك 2 يساوي هذه القيمه، هذه القيم ال1 وال2 معناها هنا نعوض مكان كل جي او بالحاله الاولى 0 100 3 4 فنحصل على هذه القيمة. حتى نحسب الفرق ما بين مستويين دورانيين متجاورين، بس ارجو الانتباه للتعبير اللي دا اقوله انه the different delta irritation، يعني هنا الفرق ما بين مستويين دورانيين متجاورين. انتبهوا، الفرق ما بين مستويين دورانيين متجاورين، متجاورين مهمة هذه الكلمة. الفرق ما بين مستوى طاقة التدوير التي تمثل الفرق ما بين مستويين دورانيين متجاورين. الجي هو المستوى الأول الأعلى من عدة، بالتأكيد راح ينضاف لرقم 1، فالجي هو المستوى الأول، والجي زائد 1 يعني المستوى الأعلى من المستوى الجي، يعني الفوق المستوى. شلون راح نحسب هذا الفرق؟ راح نحسبه حسب العلاقة التالية اللي هي معادلة رقم 8. طبعا الفرق ما بين المستوى الأعلى والمستوى الثاني مثل ما أخذنا بداية المحاضرة راح ينبعث على شكل فوتون. طاقة هذا الفوتون تمثل لنا هي الفرق أو التغير في طاقة التدوير. شلون راح نحسبه؟ راح نحسبه حسب العلاقة التالية، إنه دلتا اي روتيشن اللي مثل لنا طاقة الفوتون يحسب نتيجة للفرق ما بين المستوى الأعلى اللي مثل هذا المستوى والمستوى الأسفل من عدة اللي هو هذا المستوى مضروب ب بي اتش سي حسب المعادلة اللي هي معادلة رقم 7 اي. راح نحسب على نحصل على طاقة الفوتون واللي تمثل لنا التغير في طاقة التدوير المعادلة رقم 8. اكو مصطلح اخر ومهم عليه تطبيقات رياضيه، The Rotation Term Volume، يعني حد التدوير، قيم حد التدوير. يعني شنو هي القيم اللي تحدث عندها
عملية التدوير لها حدود معينة نحسبها من خلال المعادلة 9i. هذه الحدود شن هي وكيف نحسبها؟ نحسب حسب المعادلة 9i انه قسم طاقة التدوير على سرعة الضوء مضروبة في ثابت بلانك. إذا جبنا طاقة تدوير المعادلة 7i وعوضناها في هذه المعادلة هنا راح نحصل النتيجة على انه حد التدوير او روتيشن تيرم فوليوز راح يسوينا بي جي بين قوسين جي زائد واحد، لان هنا راح يصير اختصار سي اتش مع السي اتش اللي في المقام. مثل ما حسبنا الفرق ما بين المستويات الدورانية نقدر نحسب الفرق ما بين مستويين متجاورين حسب العلاقة رقم 10 الواضحة أمامكم. طبعا بالمناسبة انه الروتيشن كونستان او ثابت التدوير يتناسب عكسيا مع الآي اللي هو عزم القصور الذاتي، وهي ملاحظة مهمة، هل هناك تناسب طردي ام عكسي مع عزم القصور الذاتي هي الجزيئة؟ راح تكون الإجابة انه تناسب عكسي. شنو معناها تناسب عكسي؟ يعني كل ما ازداد عزم القصور الذاتي ثوابت التدوير هنا في الأطياف الدورانية راح تقل، لأنه راح تواجه عرقلة وقوة مضادة، بالتأكيد راح يكون التناسب عكسي. طبعا من المعادلة رقم 7 نقدر نحسب التردد، اللي لأنه طاقة التدوير ساوينا H في التردد، فبالتأكيد التردد ساوينا طاقة التدوير على H، ونقدر نعوض مكان طاقة التردد أو طاقة التدوير بمعادلته ونختصر مع المقام نحصل على النتيجة انه التردد شلون ينحسب، واللي يساوي لنا 2b بين قوسين j زائد 1. اكو سؤال او استفسار لحد هنا عن طلابنا؟ وياي موجودين طلاب؟ اي نعم دكتور موجودين. استفسروا، فاذا اكو سؤال استفسار تفاعلوا ويانا بالمحاضرة ان شاء الله. هسه نجي مثل ما حسبنا الفرق ما بين الطاقات المستويين المتجاورين وكذلك بالنسبه لثابت التدوير، راح نحسب شلون نحسب الفرق بين الترددات بمستويين او خطوط طيفيه متتاليه. طبعا نحسبها من خلال العلاقه انه دلتا نيو، دلتا نيو يساوي لنا 2 بي، دلتا نيو يساوي لنا 2b. فإذا كان عندنا هذا الشكل مثل لنا أطياف دورانية، طبعا هذا بعد التحليل الطيفي الناتج في أجهزة معينة سبكتروسكوبي راح نحصل على هذا الطيف. هنا الشدة تمثل لنا هذه الشدة، وهذا هو الطيف الناتج من هذه الجزيئة المعينة. من المسافة منا لهنا يساوينا 2b، ومننا لهنا بين قمتين هو 2b، بالتأكيد مننا لهنا 2b زائد 2b راح يساوي لنا 4b. إذا الزيادة هنا زوجية بمقدار 2. هذه هي الملاحظة. بالتأكيد هذه الانتقالات يعني ما تكون عشوائية، مو أي انتقال ممكن حدوثه، تتحدد بمجموعة قواعد ضمن مفهوم الميكانيك الكمي، وهذه القواعد يسموها selection rule او قواعد الاختيار. يعني هذه الانتقالات بالنسبه للاطياف الدورانيه تكون حسب الميكانيك الكمي، يجب ان تخضع للselection rules اللي لازم ننتبه لها، وكانت احد اختيارات في الاسئله العام الماضي انه شنو هي قواعد الاختيارات للروتيشن او فايبريشن او الكترونيك. راح هنا بالنسبه لموضوعنا لهذا اليوم هو الروتيشن تدوير، تكون قواعد الاختيار حسب الميكانيك الكمي يحكمها القاعده التاليه، انه دلتا جي يساوي جي فاينل يعني العدد الكمي للمستوى النهائي ناقصا العدد الكمي الدوراني للمستوى البدائي يساوي زائدا بلس ماينس 1. البلس يعني نقصد بها لعمليه الامتصاص، والماينس هو لعملية الإيميشن أو الانبعاث.
نعرف انه الطول الموجي او العدد الموجي هو واحد على طول الموجي، العدد الموجي واحد على طول الموجي. فاذا كان العدد الموجي يساوي واحد على طول الموجي، احنا نقدر نعوض مكان الطول الموجي سي على اف او سي على نيو على التردد ونقلب، فتجعلنا عندنا انه العدد الموجي يساوي لنا النيو اللي مثلا التردد على سي. بالتأكيد نقدر نعوض مكان النو بالطاقة، لأنه الطاقة يساوي لنا H في التردد، فنعوض مكان التردد بقيمة الطاقة بعد النقل إلى الطرفين، نحصل على هذه العلاقة النهائية. هسه إذا كان عندنا انتقال من المستوى الأول اللي هو G إلى المستوى الأعلى من عدة، راح نضاف لواحد لأنه أعلى من عدة، يصير G زائد واحد. راح نقدر نحسب الويك نمبر العدد الموجي حسب العلاقة الواضحة أمامكم اللي هي هذه العلاقة، وقلنا أنه زيادة بمقدار 2 وزيادة زوجية بمقدار 2 أنه يساوي أما 2B أو 4B أو 6B أو باقي القيم الواضحة أمامكم. حتى نوضحها أكثر مثل بالشكل رقم 6 مثل أنه Rotation Observation Spectra، نوع من انواع اطياف الامتصاص للروتيشن. فهذا هو المستوى الارضي اللي هو صفر، يكون هاي قيم الجي، يعني الجي بالصفر هاي تمثل القيم مالتها، وهذا الاي شلون نحسبه حسب هاي العلاقه، وثابت التدوير حدوده نقدر نحسبها من خلال هذه العلاقه. اذا كان انتقال من الاول للثاني نقدر نحسب الطاقه، وكذلك بالنسبة للألف المثل أنها ثابت التدوير. نعد السؤال، إحنا حسب الإحصاء في اللي درسناه في العام الماضي، كم نوع عندنا من الإحصاءات؟ أكو أحد يقدر يجاوبني؟ أكو أحد يقدر يجاوبني؟ بولد أينشتاين. نعم. واحد من الإحصاءات اللي قلنا هي. قلنا بعد. واحد من أكثر الإحصاءات بعد. عندنا بالحقيقة ثلاثة أنواع من الإحصاءات، قسم إلى كلاسيكي وكمية. الإحصاءات الكمية هي بوز أينشتاين وفيرمي ديراك. أما الإحصاء الكلاسيكي هو ماكسويل بولتزمان. هنا مثل ما قلنا انه الطيف اللي نحصله الى شده معينه اللي هي intensities of spectral lights. شلون نحسبها بالنسبه هنا عندنا؟ راح نحسبها حسب احصاء ماكسويل بولتزمان ديستريبيوشن، احصاء اللي هو احصاء كلاسيكي هنا نقدر نحسبه اللي مثله بالعلاقه 13A انه ان يساوي لنا ان جي يساوي لنا ان نوت اكسبونشنال ناقص اي جي على كي تي. الان نوت تمثل لنا نمبر اوف موليكولر، يعني الحاله عدد الجزيئات في الحاله الارضيه اللي هي جي يساوي لنا صفر، والكي هو بولتزمان كونستانت اللي هو ثابت بولتزمان. وبالنسبه للانحلالات اللي تحصل هي من نتيجه انتقال من جي الى جي زائد واحد، يعني من الحاله الارضيه الى حاله اخرى، تكون حسب العلاقه رقم 13 اللي نحسب بها العدد الجزيئات في المستوى المعين كان يكون. اعظم قيمه لجي ماكس يعني العدد الكمي الدوراني يحسب من العلاقه رقم 15 اللي هو يكون هي العلاقه طبعا مشتقه، فاحنا اكتفينا فقط في العلاقه الاخيره اللي تمثلها المعادله رقم 15. اي اكو استفسار او سؤال لحد هنا حتى ننتقل لتطبيقات رياضيه على القوانين اللي احنا ذكرناها؟ وياي طلاب عيني. نعم دكتور. نعم. أنا صوتك ما داعي أسمع علي. العفو دكتور.
بصير هو اصلا شنو كان منتظر الابلكيشن على مود افهم المعادلات الصوتية. نعم هنا أنا الابلكيشن راح ناخذ بالحقيقه انا كنت مقلب بس الحل السؤال الاول والثاني والباقي اعطيته الواجب لكنه حل اعطينا حلولهم حتى الطالب يكون يعرف شلون يطبق القوانين. التطبيق الاول او المثال الاول انه لجزيئه الاكسجين هنا السؤال جزيئه الاكسجين هل هي هيترو ام هومونيوكليير؟ هذا السؤال الاول انه لجزيئه الاكسجين المسافه الفاصله ما بين الذرتين هي هاي القيمه الواضحه امامكم والوحده مالتها بالمتر وكتله الاكسجين معطينا اياها بالسؤال المطلوب هنا كالكوليت يعني مومنتوم اوف انيريشيا يعني احسب عزم القصور الذاتي والمطلب الثاني ثابت التدوير والمطلب الثالث الطاقه اللي تفصل ما بين المستويات يعني هنا يقصد بها الدلتا اي هنا سيبريشن اوف انيريشيا يقصد بها الدلتا اي والمطلب الاخر اللي ضمن السؤال هو الويف نمبر يعني هذا السؤال تقريبا يتضمن كل الأغلب القوانين اللي ذكرناها بالمحاضرة علما أن الانتقال يكون من جي يساوي لنا صفر يعني من الحالة الأرضية إلى المستوى الأعلى اللي هو جي يساوي لنا واحد احنا حسب المعطيات اللي موجودة أمامنا حسب المعادلات اللي ذكرناها أنه عزم القصور الذاتي للجزيئة راح يحسب حسب العلاقة الآتية أنه عزم القصور الذاتي I يساوي لنا الكتلة المختزلة في مربع المسافة الفاصلة ما بين الذرتين. هسه نجي نحسب الكتلة المختزلة حسب اللي ذكرناه بالمعادلات تساوي M1 على في M2 على M1 زائد M2. اوكي؟ هنا راح اكو سؤال هنا شلون صار عندنا M على 2 كتلة المختزلة؟ شلون صار عندنا M على 2 لأنه هنا جدا بسيطة يعني المفروض مباشرة تجاوبوني هي أكسجين جزيئات أكسجين وجزيئة الأكسجين ليش يعني سؤالي كان بالبداية هل هي هيترو أم هومو هي جزيئة متماثلة الذرات من ذرتين من الأكسجين فسواء كتبت واحد أو اثنين ما يفرق عندك لأنه اثنينات هي كتلة الأكسجين يعني O2 تكون من زائدا او فيصير ام في ام ام سكوير على ام زائدا ام على 2 ام فيصير ام سكوير على 2 ام يختصر ام مع ام اللي في المقام يبقى عندنا فقط ام على 2 واضحه يا طلاب؟ واضحه فراح نقسم الكتله على 2 وتطلع لنا الكتله بالكيلوغرام هسه بعد ما عندنا مجهول لانه المسافه الفاصله هنا موجوده عندنا في السؤال اللي هي هاي مقدارها راح نطلع عزم القصور الذاتي ولا ننسى شيء مهم انه وحدة العزم القصور الذاتي هي كيلوغرام في متر تربيع اللي هي ناتجة من ضرب كيلوغرام في المتر تربيع في هذه العلاقة. المطلب الآخر في السؤال انه حساب الروتيشن كونستانت اي ثابت التدوير اللي هو الرمز مالته بي. حسب العلاقات اللي اخذناها انه البي روتيشن كونستانت يساوي لنا اتش سوما على 8 باي سكوير اي في سي كلهن موجودات عندنا نقدر نكتبهن مباشره الثوابت ونطلع قيمه ال بي اللي هو الكونستانت هنا راح نحسب الاف اللي تثبت يعني يوضح ان روتيشن تير فوليوم يعطى بالمعادله الواضحه امامكم شلون نحسبه يساوي لنا بي جي جي زائد واحد لانه انتقل من مستوى الى مستوى اخر. لا بس انتبهوا لي لهي الفقره انه الفاصله ما بين مستويين متتاليين الروتيشن تيرم يكون شلون نحسبه؟ بما انه قال سبريشن يعني فاصله راح يكون دلتا عندنا احنا يساوي لنا قلنا بي جي جي زائد واحد اوكي؟ راح ننقص الاف جي زائد واحد يعني المستوى الاعلى ناقصا المستوى الاسفل طلع البي ثابت خارج القوس نجيهن وحده وحده
هذا الجي هو أعلى نضيف له واحد، وهذا الواحد أيضا نضيف له واحد فيصير جي زائدا واحد وجي زائدا اثنين ناقصا اف جي. الاف جي هو هذا عندنا، راح نعوض مكان مباشرة جي جي زائدا واحد، بتطلع عندنا هاي النتيجة النهائية بالنسبة لحدود أو حدود حد التدوير واللي مثل الثابت دي. السؤال الآخر إنه شلون نحسب العدد الموجي؟ أكيد راح نحسبه من الاف 1 ناقصا اف 0 اللي هو النتيجة مالته راح يكون 2b ويساوون 2 في مقدار البي اللي احنا حسبناها في المرحلة الأولى اللي هي هاي، نضرب 2 في مقدار البي اللي حسبناها تطلع لنا هذه النتيجة النهائية. هذا بالنسبة للمثال الأول. بس ملاحظة هنا أنا ثبتوها عندكم إنه إذا أنطانا بالسؤال ما أنطانا كتل بالكيلوغرام، ما أنطانا كتل بالكيلوغرام، أنطانا كتل ذرية. إيش راح نسوي هنا؟ راح نقسم الكتل الذرية على عدد أفوكادو، نقسم الكتل الذرية على عدد أفوكادو. إذا أنطانا سؤال ضمن السؤال إنه كتل ذرية وليس كتل اوكي. بس قلنا مثل ما قلنا انه الملاحظه انه اذا ما انطانا بالسؤال كتل بالكيلوغرام يعني انطانا كتل ذريه، بتكون شلون نحصل على الكتل بالكيلوغرام؟ الاجابه جدا بسيطه انه نقسمها على عدد افوكادو. هنا السؤال او المثال الاخر لذره الهيدروجين او لجذيئة الهيدروجين اذا كانت المسافه الفاصله هنا بالانجستروم وكتلة الهيدروجين لذرة الهيدروجين هي هاي القيمة اللي حسبناها اللي معطاك بالسؤال، احسب طاقة تدوير للمستويات في وحدة الالكترون فولت. مثل ما بدينا بالمثال السابق انه عزم القصور الذاتي يساوي ان الكتلة المختزلة في مربع المسافة الفاصلة، ونحسبها مباشرة تطلع عندنا هذه القيمة المعطاة بالسؤال. مثل هنا ليش صار عندنا نصف؟ مثل ما وضحنا بالسؤال اللي قبله انه ذرات متشابهه ارتبطت مع بعضها سوت جزيئه الهيدروجين، فصار عندنا هنا مقدار للنصف. اما بالنسبه لطاقه تدوير الجزيئه فيحسب من هذه العلاقه تعويض القيم مباشره نحصل على طاقه الجزيئه. لذلك فانه نحصل في حاله الجي يساوي نصف مقدار الطاقه يساوي لنا وصفر، في حالة الجي يساوي لنا واحد والجي يساوي لنا اثنين والجي يساوي لنا ثلاثة، هذه القيم هي بالالكترون فولت. لهنا ننتهي محاضرتنا هذا اليوم، وإذا أكو استفسار أو سؤال نقدر نجاوب عليه بالمحاضرة نسمع من عندكم إن شاء الله. أكو سؤال أو استفسار عند طلابنا؟ تسمعوني؟ محلولات يعني ضمن المحاضرة حتى تتدربون على القوانين وتصير عندكم قابلية حفظ لها القوانين وشلون نطبقها بحل الأمثلة.